شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة، ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. الشهيد أحمد أبو هاشم. استشهد مصطفى أبو هاشم بطل المقاومة الشعبية بالسويس في إحدى غارات حرب الاستنزاف سنة 70، فأصر شقيقه أحمد أبو هاشم على الانضمام لصفوف المقاومة قبل دفن جثمان شقيقه، ليستشهد هو الآخر بعد 3 سنوات في معركة الدفاع عن السويس سنة 73. كان أحمد أبو هاشم مدير عام بشركة السويس لتصنيع البترول، ورغم عمله المكتبي أظهر تفوق لافت في عمليات المقاومة، حتى جاء اليوم الموعود ليأخذ بثأر شقيقه وثأر كل شهيد على أرض السويس. تجاهل العدو قرار وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر 73، وحاول احتلال السويس في 24 أكتوبر، لكن أوهام اصطدمت بصخرة السويس وأبطلها. نظمت قوات الدفاع الشعبي صفوفها بالتعاون مع عدد من ضباط وجنود الجيش الثالث، وبدأت قوات العدو المدرعة تقترب من المداخل الثلاثة للمدينة، وسمح رجال المقاومة لدبابات العدو بالدخول دون مقاومة على سبيل الخداع. وحين ابتلعت قوات العدو الطعم أطلقوا النار عليهم من الشرفات وأسطح المنازل والشوارع الجانبية. وصوب أحمد أبو هاشم قائد كمين مزلقان البراجيلي سلاح RPG على آخر دبابة للعدو لحرمان باقي دباباته من فرصة التراجع، وقبل أن يضطر جنود العدو للهرب من المدينة ليلاً سقط أحمد أبو هاشم ليكون أول شهداء المقاومة في معركة صمود السويس، ويصبح 24 أكتوبر عيد قومي للسويس تتذكر فيه الشقيقين مصطفى وأحمد أبو هاشم وكل رفاقهما من أبطال المقاومة ودورهم النبيل في نصر أكتوبر.